كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع خطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لتعميم مشروع التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية وحل مشاكل سوء التغذية، إضافة إلى زيادة عدد مصانع إنتاج التغذية لتغطية احتياجات المدارس على مستوى المحافظات المختلفة. المشروع يمنع ما يطلق عليه التسرب من التعليم، ويساهم في رفع كفاءة النظام المدرسي وتطوير العملية التعليمية، باعتبار أن تحسين الوجبة المدرسية ينعكس إيجاباً على مختلف عناصر العملية التعليمية. تقضي الخطة القومية لتعميم مشروع التغذية المدرسية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة خطوط الطاقة الإنتاجية للمصانع لتوفير 5 ملايين وجبة يومياً لتقديم وجبات صحية وآمنة لطلاب المرحلة الابتدائية من عمر 6 أعوام إلى 12 عاماً. وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية تشكل من قبل كل محافظ تضم مندوباً عن وزارة التموين والصحة والزراعة لمتابعة إعداد الوجبة المدرسية ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية وخطوات التصنيع، والتي تتبع فيها الممارسات التصنيعية الجيدة في 13 مصنعاً، وتغليف الوجبات وخضوع الوجبة لتحاليل دورية للكشف عن الميكروبات الضارة بصحة التلاميذ، حيث تمنح الوجبة الغذائية الواحدة 360 سعراً حرارياً يومياً للتلميذ الواحد. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، الاهتمام بصحة المواطن المصري ده أساس وحق لكل مواطن مصري، والأهم من ده بقى الاهتمام بصحة الطفل المصري. الطفل النهاردة هو اللي بنعول عليه كل الأمان لمصر جديدة في المستقبل بإذن الله. علشان كده الاهتمام بصحة الطفل لابد ان هي تكون في كل مكان، مش بس في البيت، لكن المدرسة أساس كمان لأساسيات الاهتمام بالطفل، سواء من خلال التعليم أو من خلال توفير احتياجات الطفل بشكل أساسي. التغذية المدرسية، خلونا نقول ان التغذية المدرسية دي عليها يعني دور كبير جدا في تشكيل عقلية الطفل وفي الحفاظ على صحته. ازاي؟ كنا بنشوف زمان الوجبات المدرسية اللي بيتم توزيعها على المدارس، كانت بتبقى وجبة متكاملة بتدي الطفل طاقة ان هو يستكمل يومه الدراسي. هل النهاردة ده بيتم بشكل بيتناسب مع احتياجات الطفل المصري؟ هل مطلوب التغيير في شيء معين؟ خلونا نعرف اكتر عن الموضوع ده. اسمحوا لي ارحب بضيفتي اللي مشرفاني النهارده، ارحب بدكتور صفاء حسن احمد الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذيه. اهلا بيكي، منورانا. يعني احنا لو بنهتم بالتغذيه بشكل عام بالنسبه لاي حد، الطفل لازم نهتم بيه بشكل خاص، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. ملامح تغذيه الطفل بتكون فين؟ هو الطفل هو تغذيته من البداية خالص، من وهو صغير في المرحلة الابتدائي من سن 6 ل 10 أو 12 سنة، المرحلة دي بتبقى هي دي الأساسية للتغذية، بحيث ان هو بعد المرحلة دي من سن 12 سنة لبعد كده اللي هي مرحلة النمو السريع أو نمو المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة، بتبقى النمو بتاعه سريع، فبيبقى محتاج أكتر من السعرات ومن الاحتياجات الغذائية أكتر من المرحلة اللي قبل كده. والمرحله الصغيره اللي هي في ابتدائي وفي اعدادي وثانوي دي الاساس للطفل للشاب بقى بعد كده. هل في مرحله يعني بيبقى كده ترتيبها الاهم فالمهم، ولا كل مرحله ليها خصوصيتها؟ اكيد كل مرحله ليها خصوصيتها. يعني هو في المرحله الاولانيه اللي هي في مرحله الابتدائي بيبقى الطفل بيبقى محتاج من 1800 ل 2000 سعر حراري في اليوم. في المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة المراهقة بتبقى النمو فيها سريع، فبيحتاج ممكن توصل 2800 أو 3000 سعر حراري في اليوم علشان يواكب التغيرات الفسيولوجية والنمو السريع اللي بيحصل في المرحلة دي وكده. بعد المرحلة دي بيدخلوا بقى الشباب، البنات بيدخلوا بقى في مرحلة الجواز والحمل والولادة والرضاعة والكلام ده كله، فلازم إذا ما كانش جسمهم من البداية متأسس صح، بعد كده بتقابل مشاكل هي وطفلها كمان. صحيح. طيب خلينا نتكلم بقى عن المدرسة والوجبة المدرسية بالنسبة للطفل، ودي موجودة من زمان يعني، كانت بتبقى أعتقد قطعة جبنة وبيضاية و
سميد او عيش يعني ايا كان، وعصير كمان، دي حاجات اساسية. كانوا بيغيروا ما بين العصير وما بين الفاكهة، يعني ممكن تبقى موزة او برتقانة او يوستفندي. صحيح. او عصير، يعني التلاتة اي حاجة من الحاجات دي كعناصر يعني فيتامينات وعناصر غذائية. تمام. البروتين كان بيتمثل في البيض او في الجبنة، والعيش اللي هو الكربوهيدرات. فاحنا بنوازن الوجبة الغذائية بانها تكون فيها كل الحاجات اللي الطفل بيبقى محتاجها. دي خاصة بالتعليم الاساسي او بالطفل الصغير. ايه اهميتها؟ هل هي مطلوبة فعلا انها تكون موجودة في المدرسة، ولا المدرسة تقول لك لا ده يعني مسؤولية البيت ان هو يوفر للطفل التغذية الخاصة بيه وانا بديله التحصيل العلمي بس؟ لا، ما هو انا هقول لحضرتك حاجة. في بيوت بتبقى مستوى الفقر فيها عالي قوي. تمام. فبيبقوا الولاد الصغيرين دول بيبقوا محتاجين فعلا احتياجات غذائية عالية قوي في المرحلة دي، زي ما انا قلت في الاول. صحيح. الولاد دول ما بيفطروش. ده في الناس اللي هما اللي تحت خط الفقر يعني. فاعتقد ان هي موضوع التغذيه المدرسيه ده بيبقى موجه للفئه دي. فعلشان كده وزاره التضامن بتهدف انها تغذي 100% من البلاد اللي هي في الصعيد. تمام. و70% وممكن تبقى اكتر كمان، ممكن توصل ل 100% كمان في الوجه البحري. فهي وجبه الفطار هي الوجبه الاساسيه. لو نلاحظ ان في تسريب كتير بيبقى في المناطق دي من التعليم. الولاد طالما ما فطروش ما بيبقاش عندهم تركيز، ما بيبقاش عندهم استيعاب. صحيح. فلو قدمنا لهم الوجبة الغذائية اللي بتكفي على الأقل تلت احتياجاتهم في اليوم من الاحتياجات الغذائية، هنبقى سدينا جزء كبير جدا وساعدنا البيت ان هو يكمل الوجبة التانية اللي هي وجبة الغداء في البيت. صحيح. طيب دور حضراتكم بقى يعني كمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، هل هناك تواصل مع يعني وزارة التربية والتعليم بشكل خاص جدا، لان هي المسؤولة عن المدارس، وخلينا نتكلم عن المدارس الحكومية بشكل خاص جدا، هل بيبقى في نوع من التواصل لاحدث الابحاث الخاصة بتكنولوجيا الأغذية وبنمدها للوزارة؟ حلقة الوصل هنا ما بين الناحية البحثية وبين الوزارات المختلفة، هل ده موجود في الوقت الحالي؟ هو معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خاص بالتكنولوجيا بتاعت تصنيع الوجبة نفسها. تمام. يعني احنا تبع مركز البحوث في وزارة الزراعة في مشروع تغذية المدارس. تمام. من ضمن الناس اللي مشرفين على الوجبة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. طبعا مش هي الجهة الوحيدة اللي هي مشرفة على الوجبة دي، في عندنا وزارة التربية والتعليم، في عندنا الصناعة والتجارة، في عندنا وزارة التموين، وزارة الصحة، معهد التغذية. كل دول بيبقوا جهات، غير جهات تانية كمان بتبقى جهات مسؤولة عن إخراج الوجبة بشكل مناسب للطفل في المرحلة دي. تمام. هنا بقى أنا مطلوب أن أنا أعرف الأم أو الأم اللي بتبقى على دراية بطبيعة الغذاء المناسب للطفل في السن ده، لأي مرحلة سنية أهتم مثلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أن كل مرحلة ليها خصوصيتها. خليني أتكلم عن الأطفال، وإحنا دلوقتي في أجازة يعني نص سنة وبنستعد للترم القادم بإذن الله. تمام. إزاي ده كمان بيؤثر على سلوكيات ونفسية الطفل؟ لأن أنا أعرف إن في علاقة ما بين المواد الغذائية اللي بيتناولها الطفل وما بين حتى التأثير النفسي عليه أو السلوكي. في الولاد اولا من بدايتهم وهم صغيرين يصحوا الصبح ما بيبقوش عايزين يفطروا، وخاصه في الايام بتاعه المدرسه وجبه الفطار وجبه مهمه جدا، وعلشان خاطر الطفل يصحى ويبقى عايز ياكل وجبه او مش بيمانع ان هو ياكلها، يبقى المفروض ان احنا ننظم له وقت النوم بتاعه. لو نام بدري هيصحى بدري، هيبقى عنده وقت ان هو يفوق وياخد وقت وجبه الفطار بتاعته. حتى لو ما لحقش ياخدها في البيت ممكن ياخد كوبايه عصير او كوبايه لبن ويروح المدرسة هياخد الوجبة اللي هو بتقدم في المدرسة دي، يبقى كده خد الفطار بتاعه. يجي وقت الغدا هيكون ابتدى يجوع، فهياكل برضو بنفس مفتوحة. في طبعا عادات غذائية صعبة ومش حلوة جدا الولاد الصغيرين دولت بيتبعوها، ان هما بياخدوا العصير الجاهزة من برة. ايوة. ده بيسد نفسهم، ما بيدهمش العناصر الغذائيه اللازمه. يعني كوبايه العصير او علبه العصير اللي بياخدوها من بره دي عباره عن ميه وسكر وطعم، ولو زادت نسبه الفاكهه فيها بتبقى وصلت ل 20%، ده كده اقصى كميه فاكهه ممكن تتحط طبيعيه في علبه العصير دي. يبقى معنى كده ان هو ما بياخدش احتياجاته من الفاكهه والعصير.
لا احنا لو عايزين فعلا نديله حاجه زي كده، لا نديله الفاكهه معاه في في المدرسه في الشنطه بتاعته. حتى لو قطعناها له بشكل حلو وحطيناه في العلبه، ممكن حطينا عليه عصره ليمون، هتلاقي الفاكهه ما اتغيرتش وفي نفس الوقت خد القيمه الغذائيه بتاعتها. بيتجه كمان ان هو ياكل البطاطس المحمره اللي هي الرقائق المحمره دي، دي عباره عن كميه دهون كتيره جدا عاليه جدا فيها، فبعد كده بتصيب الطفل دوت بالبدانه. صحيح. ده بيأثر على صحته بعد. صحيح. كده يعني في أطفال بيبقى للأسف نسبة السكر عندهم بتبقى عالية وهم صغيرين، يعني مصابوا بمرض السكر وهم لسه أطفال. صحيح. فطيب إحنا أولادنا دول إذا ما أسدناهمش وعودناهم من البداية على عادات غذائية مظبوطة، يبقى لما هيكبروا هيفضلوا ماشيين عليها، يبقى الأمراض هتتوالى عليهم وهتبقى معاناة ليهم باستمرار. أكيد طبعاً. الصحة مش في إن الطفل يعني يبقى مليان ووزنه زيادة، لا، الصحة إن أنا أنتقي العناصر الغذائية المهمة. للأسف وقتنا خلص، لكن هنستمر في الحديث دايماً عن الاهتمام بتغذية الطفل المصري. أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور صفاء حسن أحمد الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، نورتينا. ألف شكر لحضرتك. ومن التغذية والصحة والتعليم خلونا ننتقل للرياضة. يلا هاند بول، هنشوف الصفحة الموجودة على الفيسبوك والدور اللي بتقوم بيه وإزاي إن احنا نتواصل معاهم.